تقييم جامعة الكفيل كلية الطب دورة تدريبية أساسية في التعليم الطبي، الهدف منها رفع كفاءة الكادر التدريسي لأساتذة كليات المجموعة الطبية في الجامعة. هذه الدورة تتضمن 8 ساعات تدريبية فيها 5 موديولات في التعليم الطبي. هذه الدورة هي راح تكون أول دورة تقام في الجامعة ضمن سلسلة من الدورات على مدار السنة أو العام الدراسي القادم. الهدف من هذه الدورة هو التعرف على مفاهيم التعليم الطبي الحديثة في طرائق التدريس، في مناهج تطوير المناهج التعليمية، وكذلك في التقويم، وصولا إلى الاعتمادية المحلية والدولية إن شاء الله. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.